الديوان الملكي، ولكن الدخول الشرعي يختلف عن الدخول الفلكي. قطعا غدا الأول من رمضان فلكيا نتمتع في مرصد جامعة المجمع الفلكي بحوض سدير بأجواء، ولله الحمد تعتبر نسبة صفاء الجو فيها يصل إلى 90%. الرياح كنا بينا أنها هباتها بعد العصر تكون من 13 إلى 17 كيلو، غير مثيرة للأتربة، ولكنها الآن تقريبا في حدود 1 كيلو 800 متر. درجة الحرارة هذا اليوم الآن تقريبا 34 درجة، وبمشاعة الله تعالى وقت رصد الهلال الساعة 6:14 ستنخفض إلى 31 درجة نتيجة لميل الشمس واختفائها تحت الأفق. بالتالي نقول إن شاء الله أن جميع الفرص مؤاتية، ويتوقف هذا على توفيق الله جل وعلا في رصد الهلال، وأسأل الله أن يجعل هذا اليوم إن شاء الله يوما مباركا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يعيده على ولاة أمرنا وولي عهدنا وعلمائنا وجميع المسلمين بالخير والبركة. نعم إن شاء الله. أستاذ عبد الله، يعني بناء على هذه المعطيات والجو الصافي والواضح، هل تتوقع أن يكون غدا أول أيام شهر رمضان المبارك؟ أخي بالنسبة لرؤية الأهلة ليس فيها توقع، لكن نقول بمشيئة الله، ونأمل أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لرؤية الهلال، وأن تكون هذه الرؤية بعد رؤية موصلة تحكم بها المحكمة العليا وتعلم من قبل الديوان الملكي. ولكن الدخول الشرعي يختلف عن الدخول الفلكي. قطعا غدا الأول من رمضان فلكيا نتمتع في مرصد جامعة المجمع الفلكي بحوض سدير بأجواء، ولله الحمد تعتبر نسبة صفاء الجو فيها يصل إلى 90%. الرياح كنا بينا أنها هباتها بعد العصر تكون من 13 إلى 17 كيلو، غير مثيرة للأتربة، ولكنها الآن تقريبا في حدود 1 كيلو 800 متر. درجة الحرارة هذا اليوم الآن تقريبا 34 درجة، وبمشاعة الله تعالى وقت رصد الهلال الساعة 6:14 ستنخفض إلى 31 درجة نتيجة لميل الشمس واختفائها تحت الأفق. بالتالي نقول إن شاء الله أن جميع الفرص مؤاتية، ويتوقف هذا على توفيق الله جل وعلا في رصد الهلال، وأسأل الله أن يجعل هذا اليوم إن شاء الله يوما مباركا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يعيده على ولاة أمرنا وولي عهدنا وعلمائنا وجميع المسلمين بالخير والبركة. نعم إن شاء الله. أستاذ عبد الله، يعني بناء على هذه المعطيات والجو الصافي والواضح، هل تتوقع أن يكون غدا أول أيام شهر رمضان المبارك؟ أخي بالنسبة لرؤية الأهلة ليس فيها توقع، لكن نقول بمشيئة الله، ونأمل أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا لرؤية الهلال، وأن تكون هذه الرؤية بعد رؤية موصلة تحكم بها المحكمة العليا وتعلم من قبل الديوان الملكي. ولكن الدخول الشرعي يختلف عن الدخول الفلكي. قطعا غدا الأول من رمضان فلكيا نتمتع في مرصد جامعة المجمع الفلكي بحوض سدير بأجواء، ولله الحمد تعتبر نسبة صفاء الجو فيها يصل إلى 90%. الرياح كنا بينا أنها هباتها بعد العصر تكون من 13 إلى 17 كيلو، غير مثيرة للأتربة، ولكنها الآن تقريبا في حدود 1 كيلو 800 متر. درجة الحرارة هذا اليوم الآن تقريبا 34 درجة، وبمشاعة الله تعالى وقت رصد الهلال الساعة 6:14 ستنخفض إلى 31 درجة نتيجة لميل الشمس واختفائها تحت الأفق. بالتالي نقول إن شاء الله
أن جميع الفرص مؤاتية، ويتوقف هذا على توفيق الله جل وعلا في رصد الهلال. وأسأل الله أن يجعل هذا اليوم إن شاء الله يوما مباركا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يعيده على ولاة أمرنا وولي عهدنا وعلمائنا وجميع المسلمين بالخير والبركة.